لم يصرح البخاري بشرط قبول الحديث والرواية في صحيحه. البخاري هل تحدث عن شرط قبول الحديث؟ ما هو شرطه في قبول الحديث وفي قبول الرواية؟ هل ذكر البخاري ما هو شرطه؟ لم يذكر أي شرط. قال هو هذا الكتاب ما فيه وصحيح في الكتاب صحيح. سيأتي عبارات عن البخاري. إذن قال بصحة ما في كتابه، بصحة ما أتى به. لكن الآن نقول للبخاري ما هي صح، ما هي شروط الصحة عندك؟ لا أحد يعرف هذا. بدأ من أتى بعد البخاري أتى ينتزع من هنا وهناك، ينتزع شروطا لمبنى البخاري، لطرق البخاري، لطريقة البخاري، لبحث البخاري، لمنهج البخاري، لشروط البخاري، فاختلفوا بها. كل واحد يأتي بشيء ويأتي آخر يخالفه بشيء وبأشياء. والبخاري كان في مقام البيان، في مقام الإتيان بالصحيح، في مقام الخروج من الفتن، من التدليس، من الأحاديث الكاذبة، من مئات الآلاف من الأحاديث الكاذبة الموضوعة. فأراد أن يأتي بشيء جديد، لكنه جعل الأمر مبهما مغلقا مشوشا. إذن نقول جيم لم يصرح البخاري بشرط قبول الحديث والرواية في صحيحه، بالرغم من أنه كان في مقام بيان الصحيح عن غيره واستخلاص الصحيح القليل عن الضعيف المدلس المكذوب المضاعف الكثير، بحيث استخرج واستخلص بضعة آلاف من أكثر من 600,000 رواية، أي أنه استخلص فقط وفقط بما لا يتجاوز 1% من الروايات. فهل يعقل أن البخاري لا يضع شرطا للصحة حتى لهذه النسبة من الأحاديث التي لا تكاد تذكر في مقابل الأعداد الكثيرة، وأنه كان في مقام تهذيب وتنقية الأحاديث التي كثر فيها الكذب الفاحش والتدليس الكثير إلى المستوى الذي لا يستخلص منه إلا بمقدار 5,000 حديث تقريبا من أكثر من 600,000 حديث؟ ومن الواضح الذي لا يخفى على الملتفت أنه لا يوجد تفسير لموقف البخاري إلا أنه يعتقد بكل ما تضمنه صحيحه، وإلا لنبه وبين وفصل بصراحة ووضوح، لكنه لم يفعل. ومن الواضح الذي لا يخفى على الملتفت أنه لا يوجد تفسير لموقف البخاري إلا أنه يعتقد بكل ما تضمنه صحيحه، وإلا لنبه وبين وفصل بصراحة ووضوح، لكنه لم يفعل. ولا ننسى ما ذكرناه قبل قليل، عنوان بلغنا رتب عليه الحكم والفتوى في عدم قتل الساحر المعاهد. التفتتم إلى هذا الأمر؟ إذن نقول فظهر أنه يعتقد ويقول بكل ما تضمنه كتابه، وإلا لكان في مقام التشويش والتغرير وعدم الفهم وعدم البيان وعدم التمييز وعدم تحقيق الغرض المدعى من تأليف كتابه الصحيح. وفي الحقيقة أن عموم الأمة وعلى طول الأجيال والتاريخ منذ تأليف واشتهار صحيح البخاري فإنها أخذته على محمل الصحة وتقبلته على أساس صحته، ورتبت الآثار على ذلك إلى المستوى أنه جعل ولا زال عدل القرآن لم يكن مقدما عليه باعتباره يمثل السنة، والسنة تقدم على القرآن باعتبارها مفسرة له. ومن هنا جاء تكفير وتجريم وإباحة دماء وأعراض وأموال.
من يناقش ويعترض على ما في البخاري فضلا عمن لا يعتقد بتقدمه على غيره من الصحح أو غيرها من كتب أحاديث وروايات.